السلام عليكم سادة الأكارم، مستمرون في سلسلة برنامج خطى مع الوزيرة السابقة والسياسية الكردية السيدة نرمين عثمان. سنبحث في الجزء الثاني من البرنامج التحاق السيدة عثمان إلى الجبل والعمل مع البيشمركة حتى مغادرتها إلى السويد نهاية عام 1983 وعودتها بعد ذلك عام 1992، ومن ثم عملها في مجالات السياسة المجتمع المدني حتى تسنمها العديد من الوزارات في أقليم كردستان، ومن ثم ذلك في بغداد بعد العام 2003 وصولا إلى تفرخها لعمل المجتمع المدني في مجالات الصحة والبيئة. لنتابع معه. وصلنا إلى اندلاع الصراع ما بين الحركة الكردية وما بين الحكومة العراقية في تلك الفترة. شو كنت بدأ هذا الصراع؟ نعم، لما 75 بعد انهيار الحركة الكردية رجعوا 75 انهارت. نعم انهارت الحركة بس قبلها أكو صار قصف وصارت معارك. لا هاي يعني أنت تتكلم عن كومالا ولا تتكلم عن بشكل عام ما بين الحركة الكردية حتى بعدين يعني أذهب إلى ما بعد نعم انهيار الحركة الكردية. 75 انهارت الحركة الكردية لأن هذا الاتفاق اللي كان موجود بين الحكومة العراقية وحكومة شاه هاي الاتفاقية اتفاقية 75 نعم اتفاقية 75 تنازلت الحكومة العراقية عن مجموعة بعض المناطق من أجل انهيار الحركة من أجل إيقاف الدعم الذي يقدمه الشاه للحركة الكردية. يعني هل تنازل النظام عن أشياء مهمة، عن حقوق مكتسبة للشعب العراقي، حقوق أصيلة للشعب العراقي في سبيل إنهاء الحركة الكردية عام 75 في اتفاقية الجزائر؟ أكيد اتفاقية الجزائر مو فقط تنازل، يعني أنا بالنسبة بعد ما يعني بديت أدرس القضية بدقة أنا أتصور أن هذه الاتفاقية هي جريمة بحق الشعب العراقي ككل، الشعب الكردي والعربي وبقية المكونات العراقية لأن مو بس جريمة، تنازل عن الأراضي وعن حقوق الشعب العراقي من أجل بدل أن يأتي ويتفاوض مع مكون كبير في العراق ويتنازل للصديق والأخ، يعني ما كان أحسن وأجدر بالتنازل معاكم. والتنازل عن للعدو، ما هو يقول لك أنا تفاوضت معاكم. لا ما وصلنا إلى مرحلة اتفاق، الاتفاق فيه 12 بند. أنا خلينا نحاكم هاي المرحلة. أنا لست مدافعا عن النظام، لكن في تلك الفترة هكذا رؤية النظام، إنه أنا اتفقت معاكم وصلنا إلى اتفاق أعتقد 11 أو 12 بند، اتفاق 11 آذار، لكنكم مع ذلك وفي هذا الاتفاق الذي وافقتم عليه انه بعد 4 سنوات حكم ذاتي اللغه الكرديه تدرس بشكل علني وكذا الى اخره، وجميع وبدات حمله اعمار وسكرتاريه او لجنه مختصه لاعمار مناطق الشمال في حينها كانت تسمى، مع ذلك بقيت الحركه الكرديه تناور مع النظام وتلتصق الى حد ما مع الشاه، فبالتالي يعني النظام شو يريد يسوي في عيني؟ لا هو هذا التنازل لو نفذ أي. نفذ بنود 11 آذار بدقة وب بلجان مشتركة بين الحكومة وأيضا مجلس الشعب يعني الكردي، ولو كان ينفذ مثلا أنه خلي الإعمار بنى مستشفيات في مناطق، ما بنى مستشفى في سليمانية، لكن أكون صار إعمار. لا صار إعمار، شنو صار إعمار؟ إعمار هسه هم موجود طرق معبدة، بدأت طرق ما شايفة التبليط، شافة التبليط، لا مداري، لا بمنزم لجنة إعمار الشمال كان اسمها التبليط، كانت موجودة من عصر الملكي، لا التبليط موجود يعني ما شاف التبليط، حتى النظام يبين اهتمامه سوى لجنة اسمها لجنة إعمار الشمال وكان أكو مشاريع، لا ما كان ينفذ البنود بدقة. زين صح إنه كان أكو علاقة، يعني هذا احنا مثل ما قريت انا ايضا، لان ما كان عندي علم انه موجود
هذه العلاقة بين حزب الديمقراطي الكردستاني وشاه إيران، لكن مبين أنه لأن بعد الانهيار الحركة توجههم إلى إيران وأيضا قطع كل الدعم من الحركة معناها انهارت الحركة، يعني أكو كان أكو اتفاق بين الطرفين، لكن الحكومة بدأت أيضا تتناور، يعني هاي المناورة اللي كانت موجودة من الطرفين، يعني مو موجودة فقط يعني من الحزب دي. أنا ما أتهم ولا أدافع عن حزب الديمقراطي الكردستاني ولا أدافع عن، بالعكس كانت الحكومة أيضا الحكومة هي للجميع مو فقط لمقتل بغداد. كان النظام يكسب وقت في سبيل إنهائكم فيما بعد؟ لا مو إنهاء، هو لأن أي نظام ما بمقدورهم ولا باستطاعتهم إنهاء أي نوع من القومية حتى ولو كانت. لا في حينها انهارت الحركة الكردية. انهارت الحركة الكردية، لكن إنهاء القومية الكردية هذا. أنا ما أتحدث أنا أتحدث عن إنهاء الحركة الكردية في كتنظيم سياسي. كتنظيم سياسي. طب هذا وجود شعب موجود مو يقدمون الناس كلها يعني مثلاً. أتحدث عن حزب سياسي في حينها. عبالي إنه إنهاء الحكم. تعدم 4 مليون مثلاً. زين. بعد انهيار الحركة الكردية وخروج الراحل مصطفى البارزاني وأولاده وقيادات الديمقراطي الكردستاني إلى طهران، شو وقت تم اعتقال زوجك؟ نعم طبعا لما رجعوا، لأن كان أكو في نيتهم استمرار الحركة، لا يعني مجموعة هم اتفقوا أنه يبقون في الجبل ويقاومون بعد إعلان الراحل الملا مصطفى إنهاء إنهاء ما أسماها في حينها بالثورة. بالثورة إعلان إنهاء الثورة. نعم هاي المجموعة أرادوا إنه أن يبقوا في الجبل وأن يقاوموا، يعني وحتى لو بدأوا بخلايا أو مجموعة من الخلايا كحرب عصابات يبدو. لأنه دبابات الجيش وصلت إلى الجبل. نعم لكن شافوا إنه هناك مضايقات كثيرة وما قدروا أنه يبقون في الجبل ولا أن يقاوموا ويستمروا بالمقاومة، فرجعوا. لما رجعوا وين؟ للمدن؟ رجعوا لكردستان. للمدن؟ للمدن يعني من الجبل إلى المدن. لما رجعوا إلى المدن طبعا الحركة كانت نشطة، لأن وصارت يعني الحركة أنشط كومبالا، سبب لأن حزب الديمقراطي كان تقريبا في نوع من الفشل بعد انهيار الحركة القومية بالحركة المسلحة وإنهاء ما أسمها بالثورة والمغادرة إلى طهران. بدت الماركسية تتحرك وتنشط أكثر، وهذا النشاط بعدين أكيد كان أكو مندسين بين يعني هذه الأشخاص، أنه اعتقلوا شخص في بغداد وبعد اعتقال هذا الشخص اعترف على شخص آخر، وراحوا على بيت ذاك الشخص وشافوا أسماء، ولما شافوا الأسماء عرفوا أنه موجود تنظيم يعني نشط وتنظيم ماركسي وخلافه مع بغداد خلاف رئيسي، لأن كان هذا اللي موجود مثل ما وضحت من البداية أنه كان صراعنا التناقض الأولي مع الحكومة العراقية والتناقض الثاني مع الحركات الغير التقدمية يعني الموجودة. عام 75 تم اعتقاله؟ نعم 76 تم اعتقاله 76. بعد انهيار 75 شهر الثامن 75 الشهر شهر الثامن تم اعتقاله. تم اعتقاله أول لما قبل ذلك كان طبعا ذكروا الأسماء شهيد شهاب وخالي مجموعة فريدون عبد القادر أرسلان بايس، هذول كلهم يعني خالك أيضا في نفس الفترة تم اعتقاله. نعم كل لا لا هذول راحوا على مناطق إيران على حدود إيران. زين. ومن حدود إيران أخذوهم لزموهم يعني قصدي في نفس الوقت. إيه صار أمر قبض لكل هذه المجموعة مع بعض، خالي بحماية زوجي ورفاقنا كلها تقريبا. زين. اعتقلوا في بغداد ولا هنا؟ لا اعتقلوا هنا. هو كان يشتغل بدائرة الانحصار بسليمانية. زين.
واشتغل يعني اخذوا. انا كنت باربي بهاي الفتره بعد ما نقلت على سليماني زين. لان كنت موجوده باربي لاحقا. اعتقلوا اختك ايضا؟ اختي اي طبعا اختي نفس الفتره. لا بعد هاي الفتره. بعد هاي الفتره, بعد هاي الفترة. خلال فتره اعتقال يعني زوجك كنت ايضا تمارسين العمل السياسي؟ اكيد, لان احنا بهاي الفتره صارت ايضا نوع من تباعد بين, لان كانت الحركه حركه سريه زين. سريه للغايه زين. ما كنا نعرف احنا هاي الخليه مع من كان متصل مع خليه اخرى زين. يعني لان سريه نوع من الهيكليه اللي كان بين فتره وفتره قطع زين. من اجل حتى لا تنكشف, حتى من اجل لا تنكشف كل الخطوط. بل بالضبط. لهاي انا يعني كان عملنا انه احنا نحاول قدر الامكان ان انه نشوف او نجمع مع بعض او نجتمع مع بعض نشوف عملنا بعد اعتقال هذه المجموعه القياديه. بهاي الفتره اشتغلتي اعمال حره, خياطه كذا, تدريس نعم. خصوص حتى لا اكيد لما انسجن زوجي وحكم عليه. ايش قام سنه الحكم عليه؟ ست سنوات. ست سنوات وحكم على خالي و يعني ايضا اخو زوجي حمايه زين وعدمهم. انا احنا كان عندنا ظروفنا الماديه وظروفنا. عدمه وخالك؟ عدمه وخالي زين, اللي هو ايضا عضو قيادي كان. وزوجي ما عدمه في حينها, فقط ست سنوات. ست سنوات ثلاثه اعدام والبقيه أيه. كلها ست سنوات. ست سنوات تمام. وسجنوهم في ابو غريب طبعا تعرف يعني بعد كان تعذيب النظام السابق. انت في هذه الفتره كنت ملاحقه امنيا لو ما ملاحقه امنيا؟ اكيد ملاحقه امنيا, يعني عدد من المرات كانوا ياتون ياخذوني الى الامن من اجل فقط بعض الاسئله البسيطه, ليش مثلا اتكلم وليش انا ما انتمي الى حزب البعث, او السبب انه فلان يوم فلان حديث تحدثت بي, او لماذا تم انا كنت ادرس سادس الاعدادي ليش تمنعين الطلبه انه يطلعون من الصف من اجل احتفالات الحزب, احتفالات الحزب او من اجل اجتماعات الاتحاد الطلبه, من هالاستفسار اللي ان كانوا يعرفون انه انا اشتغل بس ما يعرفون شنو يعني الموضوع بشكل سري. بشكل سري. تم تعذيب زوجك خلال هاي الفترة؟ أكيد التعذيب اللي صارت نظام البعث ضد هذولا يعني كان يعني ما موجود في أقسى السجون وأبشع السجون العالمية موجودة هذا التعذيب موجود في السجون العراقية كانت موجودة. أنا خالي مرتين طلعوا الأظافر الرجل مرتين شلعوا مرتين مو بس مرة واحدة. المرة الثانية ما كان يعني نامي بعد زين. وهم شلعوا يعني هاي قبل أن يعدمونه. هاي قبل أن يعدم من أجل أنه حتى يعترف على بقية أعضاء التنظيم. يعني تعذيب كان تعذيب بشع جدا يعني زين. كنت تتواصلين مع زوجك تروحين له للسجن؟ أنا في هاي الفترة لما سجنوهم ودخلوا جميع للسجن طبعا أكيد مرة في أمن العامة حاولت, لأن كنت أعرف أنه لا خالي وزوجي وهذول مسجونين ومن سليماني أخذوهم على بغداد. لا على بغداد الأمن العامة. أمن العامة بس ما كنا نعرف وينهم. حاولت قدر الإمكان عن طريق بعض الأصدقاء أنه واجه بالأمن العامة زوجي زين. إي أتذكر كان 28/9 75 ولا 76؟ لا 76. إي دخلت يعني قابلته سوى لي هذه المواجهة, لكن كان ممنوع أنه أتكلم باللغة العربية الكردية. تكلمنا باللغة العربية وعرفت أنه خالي وزوجي من خلال حديثه أنه موجود بالأمن العام. بعدين بالفضيلية قبل الحكم أيضا رحنا على الفضيلية إلى أن حكموا تسفيرات زين. كانت تسفيرات أي محكمة. وبعدين لما حكموا عليهم
تقريبا يعني بالمقص 3 إعدام والبقية كلها 6 سنوات. راحوا على أبو غريب. هاي الفترة بمال أبو غريب كنا كان لنا حق نواجه مرتين بالشهر، 3 مرات 4 مرات يعني حسب الأشهر هم كانوا، كنت أزورة يعني أكيد زي. وفترة قبل ما عدمه وخالي وأخو زوجي كنت أروح يعني يمهم بغرفة الإعدام زي. أواجههم وبعدين أروح للسجن أواجه يعني أسوي مواجهة لزوجي و زين. شو وقت انضميت للجبل؟ بس هاي الفترة سألت أنتو يعني أنه كنت أخيط أي خياطة؟ أي خياطة أكيد يعني، لأن كان وضعنا المادي جدا مزري ووضع مادي التنظيم أيضا مزري، لأن كنا مسؤولين عن مجموعة اللي ما عندهم أي نوع من الإمكانية يعني يردون يزورون يعني أقربائهم بالسجن، والتنظيم منهار يعني بحاجة إلى أشخاص يعني عندهم إمكانية. كنا نعمل، أنا كنت أشتغل يعني أشتغل أدرس وتدريس خصوصي هم، وأعمل الليل للصبح أخيط 4 سنوات أنا خياطة حتى تغطين الحاجة المالية، كل الحاجات المالية مو بس إلي يعني لمجموعة من أيضا الأصدقاء كنت أعمل يعني، وكانت عندي طاقة يعني هنا أنا شفت التحقتي بالجبل. لما صار عفو عام بمجيء صدام بال79 بشهر 11 أنا التحق بالصفوف بيجمرقة، لأن زوجي يعني بشهر 8 طلعوا من السجن شهر 8 يعني 79 كانت الحركة الكردية موجودة في تذكر يعني شهيد أهرام موجود وتشكيل اتحاد الوطن الكردستاني. أنت تشكيل اتحاد الوطن الكردستاني كنت شاهدة عليه متابعته قصته؟ لا أنا كنت كومالا للجبل، أنا كنت كومالا ما هو كومالا الآن انتمي للاتحاد بعدين يعني في سوريا بال 75 كومالا ومار جلال والحزب الاشتراكي وكثير الأحزاب اجتمعت بالاتحاد. أنا للجبل ما كنت منتمية للاتحاد، أنا كنت فقط في تنظيم كومالا اللي كان تنظيم كومالا جزء من اتحاد الوطن الكردستاني، أنا فقط كنت منتمية إلى كومالا. بعدين لما رحت على الجبل والتحقت 79 انتميت إلى اتحاد الوطن الكردستاني يعني أي شخص آخر، لكن لي 79 أنا كنت فقط أعمل في تنظيمات كومالا الخاصة بالكومالا. زين بال 79 ليش رحت للجبل؟ نعم طبعا بهاي الفترة كان مام جلال يعني يرسل رسائل لكل اللي طالعين من السجن انه حياتهم في خطر، المفروض انه يكونون لان كانوا انه معرفين ومعروفين عند السلطة لازم يعني يطلعون. بس زوجي كان مقرر من البداية انه يستريح لان هو عانى هواية بالسجن يعني عدمه أخو وهاي المواجهات، وفي نفس الوقت شهيد آرام أيضا هو من أولاد عم يعني زي شهيد آرام استشهد يعني الحركة انهارت، هاي كلها يعني أذت نفسيا قال راح ارتاح شوية يعني بعدين أفكر. لكن في هاي الفترة كان أكو ضغط كثير علي منين؟ من الحكومة يعني مراقبة يعني فظيعة، يعني كنت أتمنى يوم أنه ما يأخذوني إلى الأمن أو ما يستفسرون اليوم كيف قضيتي اليوم وين رحتي اليوم زين متابعة يعني متابعة يعني متابعة كانت مملة يعني في بعض الأحيان اليوم ليش ما أكلتي بالبيت يعني كانت أسئلة مزعجة، إنه أنا كنت أتصور إنه فقد الإزعاج انه حتى انهار او استسلم لموضوع او يعني اقول انه صراحة انتمي الى حزب بعد. لا بس اعتقالات ماكو اخر مره لما اخذونا انا كنت ويا وحده صديقه اسمها جيان بال 79 هالحكي 79 هاي الشهر ال 11 يعني اخذونا الى الامن، وهاي مرة بقونا في داخل زين. الأمن وكانت الاستفسار. لما طلعت أنا زوجي كان محضر نفسه قال ما نبقى ولا دقيقة لأن هاي المرة
طلعوكم برا مره ثانيه اكيد ما تطلعون اي ما تطلعون. لهاي نفس الليله طلعنا احنا الى سليمانية نفس الليله نفس الليله اللي بعد ما بعد التحقيق ما بعد التحقيق نفس الليله دخلنا الى سليمانية ومن سليمانية اتصلنا بالتنظيمات ومن التنظيمات قالوا انه انا ويا حماتي انه هي هم كانت ملاحقه من قبل الحكومه زين عن طريق القشخ اخذونا الى الجبل وزوجي عن طريق بيشمركة مع قوات بيشمركة وصل الى يعني بشهر ال 11/79 انا وصلت الى ناوزنك مقر القياده في الاتحاد الوطني الكردستاني. زين كنت فقط انت المراه الوحيده اللي موجوده ام كانت كثير من كانت النساء؟ كانت هيروخان موجوده زوجة مام جلال قبلي وانا وروناك معا كنا التحقنا وكانت موجوده. كان اكو تشجيع بالجبل لوجودكم في يعني لوجودكم كنساء في الجبل ام بالعكس؟ لا ما كان اكو تشجيع لا بالعكس. يعني انا لاحظت انه حتى ما عندنا اي نوع من العمل يعني عدا بعدين لان مثلا اختي كانت بالطب الصف خامس طب بيطري وصديقتها الصف رابع كلية الطب بالموصل لما نعتقلهم هذول كان عندهم شغل كأطباء في المستشفى زين مستشفى بيشمركة بس احنا ما عدنا غير الإعلام ودخول الدورات زين لأن ممنوع علينا انه احنا ما كان ينطونا مجال انه نشترك بالعمليات العسكرية. يعني اكو ازدراء من وجودكم في الجبل كنساء باعتباركم نساء؟ لا بس ما كان يعني أنا أقرأ في بعض الأشياء عن حياتك أنه حتى الراحل نشروان مصطفى اللي هو سكرتير حزب ماركسي عصبة كادحي كردستان هو رجل ماركسي من استقبلك بالجبل قلت شو عندك جاية أنت بتعائلة وعشيرة شو عندك جاية بالجبل يعني مو شغلة تجين بالجبل أنت مرأة. لا أنا إيه صح ما أنا صار عندي نوع من المجادلة مع كاغنا وشيروان ورا 20 يوم بقائي بالجبل رحت يوم كاغنا شيروان وسألت كاغنا شيروان شنو اللي يعني أقدر أستطيع أعمل قال إحنا ما عدنا أي شغل يعني حتى نجي نوزع بزين. يعني هاي يعني إحنا طوق يعني طوق بهذه المنطقة كيف أنا أستطيع يعني شنو الشغل أولا ما تقدرين تروحين للجبهة زين ما عدنا ما كانت عندنا بعد الإذاعة والهاي يعني إعلام ما كان إعلام قوي. كان أكو حساسية من وجودكم كنساء؟ أكيد أنا أتصور كانت أكو حساسية. يعني أنت تتحدثين أنا هيك قريت إنه سمعتي امرأة قروية تقول هاي النساء هاربات من أهلهن يعني؟ أي لا أكيد هاي من البداية أصلاً أهل المنطقة ما كانوا يتصورون. أنا لما أول لما هربنا إحنا ويا قشخ قلت نزلونا بمنطقة جبلية على حدود إيران زين. لما نزلنا بالبيت في البيت سألونا قالوا هل أنت يعني مسوية خطيئة أو لا لا مو خطيئة جاية على موت حبيب بالجبل حارب على موت حبيب زين. هاي بنت حماية قال إيه والله أكيد أكيد لازم يعني فكان اكو غريبه يعني اي لان ما كانت يعني وشافونا بملابس بيشمركه يعني غريبه ما كانت موجوده بهاي الفتره يعني خلينا نبحث هاي التفصيله مو مثل هاي مو مثل هاي حاليا حتما يختلف الوضع. خذها الى فاصل وعود الحديث بعد الفاصل. فاصل ونعود ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. هذه يعني هذه القصه قصه حديث الراحل نشروان مصطفى معاكي وايضا اللي الان تحدثتي به والمراه القرويه يعيد تساؤل الى الذهن. في تلك الفتره يعني كان المد الماركسي موجود مو فقط في اقليم في يعني كردستان ولا حتى في العراق وحتى في بعض الدول. اقول ايش عجب كانت النظره ازاء الامراه التي تذهب الى الجبل بهذه الطريقه. أكو تنمر ذكوري أزاء وجودها هناك مع أنه هي شريكة كانت في تلك المرحلة. لا ما كانت شريكة في العمل السياسي. نعم صح أنه كانت أكو حركة تقدمية
تطور في هذه المنطقة، لكن ما كانت نازلة لي كل يعني أجزاء أو في كل المناطق. بالعكس يعني كانت القرية اللي حد الآن في هاي الفترة كان بها نوع من تخلف، يعني مثل بقية القرى اللي موجودة كانت في العراق مستبعدة عن كل يعني منطقة الشرق، يعني ما كانت موجودة، يعني كان هم واقعيين أكثر من عندنا. أنا عرفت بعد ذلك هم كانوا واقعيين أكثر منا، إحنا كنا نظريين أكثر، أنا كنت نظرية مثلا. لما واجهت هذه الصعوبات عرفت أنه أنا نظرية أكثر مما واقعية، لأن الواقع غير والنظرية غير شيء. كانت أكو ماركسية، كانت أكو أفكار تقدمية ماركسية، لكن بعد الشخص اللي بالقرية ينظر إليه كامرأة، أنه أنا لما أركب حصان أو أركب عن طريق هو يحافظ علي، أنه ما يعرفني أنه أنا أيضا حاملة سلاح وقوية وأقدر أدافع عن نفسي. أعراف وتقاليد، يعني أعراف وتقاليد، هاي الأعراف والتقاليد لحد الآن الموجودة. هم كانوا واقعيين أكثر مما أن إحنا كنا نظريين. صح أنه إحنا كسرنا هذا الطوق، طوق أنه ممنوع على النساء، بالعكس بعدين صارت الالتحاق للنساء بصورة أكثر، يعني كسرنا احنا هذا الطوق. وحتى بسليماني يمكن بسليماني اكثر من اربيل. اكيد وبنظري انه كانت كان هذا التوجه احسن من توجه انه احنا ندخل السجون، لان ندخل السجون كنا اكيد مثلا ما نقدر نتحمل، يمكن ما كنا نقدر نتحمل التعذيب او كان اكو نوع من الاعتداء، هاي كلها كان اكو يعني توقعات. زين، في بتاريخ 12 تشرين الثاني 1980 تأسست جبهة جوقد، اللي هي يعني الجبهة الوطنية القومية التقدمية للاتحاد الوطني الكردستاني، حزب البعث يعني الموالي لسوريا، الحركة الاشتراكية، الحزب الشيوعي، كذا المستقلين، يعني أسستم جبهة جوقد، وكان الهدف من عندها استبعاد الديمقراطي الكردستاني. هنا أنا بعد الثمانين والآن أنتم كلكم بالجبل، يعني الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أعلن انشقاق رسمي قبل 5 سنوات من هذا التاريخ. هنا أنا بدأت الصراعات بين الديمقراطي وبين البارت والياكتي بالثمانين. لا بالثمانين ما كانت هناك حركة مسلحة قوية للحزب الديمقراطي الكردستاني في المنطقة. كلها بالجبل كانت. كلها بالجبل، لكن الحركة أكثرية هي التي كانت من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وتشكيلات الاتحاد الوطني الكردستاني. يعني اللي صارت في منطقة حزب الديمقراطي الكردستاني، تتذكر إنه صار هذا التصادم بين حزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني، واستشهاد دكتور علي عسكري، دكتور شهيد خالد، ودكتور علي عسكري، وايضا قبل مجموعه من الاشخاص الاخرى. هاي صارت نوع من هاي الفتره من ال 77 من الـ يعني 88 من ال 77 لل 80. اي طبعا هاي كان لها تاثير لنوع العلاقه بيننا وبين الاتحاد، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني. لهي اي نوع من التعاون اكيد كان نوع من الاستبعاد، ما كان اكو تعاون موجود. يعني لا اي تعاون مع قوى اخرى، استبعاد لقوى اخرى، يعني اكيد هذا كان يعني. لكن اللي يقرا بالتاريخ يعرف او يعني يلاحظ انه تشكيل هاي الجبهه، جبهه جوقد كانت محاوله لاستبعاد البارتي الديمقراطي. يعني لهاي اقول انه كان، لان كانت الحركه من البدايه نوع من يعني عداوة أو صراع، نوع من التناقضات والصراعات. صراع 76 أكو صراع 76 نوع من يعني الصراع. لكن أتذكر أنه كان أكو نحاول قدر الإمكان الابتعاد أي نوع من التصادمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن مع هذا كان يحصل تصادمات.
حركة جولان اللي قاتها الديمقراطي الكردستاني أنتم ما شاركتوا بها. لا، لكن هو أيضا ما شارك في مجموعة كبيرة من الحركات اللي هو أيضا ما شارك. زين، أسسوا جبهة جود. نعم، هاي كانت ردا على جبهة جوقت ضدكم. إيه، كان ضده يعني. بال 83 معركة بشداشان، أنتم كنتي موجودة بالجبل أو خارج الجبل؟ أنا كنت بسوريا، يعني كان زوجي مسؤول علاقات الخارجية بسوريا للعلاقات الكردية والعربية، الأحزاب العربية. زين. الخارجية والداخلية. لها كانت أنا ما عندي معلومات كبيرة أو كثيرة عن هذه القضية، لكن أنا ضد أي نوع من هكذا حركات أو هجمات أو اقتتالات. زين. وفي حينها كتبت عن الموضوع وأنا كنت ضد الموضوع نهائيا. زين، بال 84 الاتحاد الوطني تفاوض مع النظام. نعم. في سبيل ضرب الديمقراطي الكردستاني. على ماذا تفاوضتم مع النظام؟ أنا كنت وزوجك كان مسؤول العلاقات الخارجية كنا في دمشق. مسؤول كنا كان هو مسؤول العلاقات الخارجية وأنا كنت أيضا عضو في العلاقات الخارجية، وإحنا كنا ضد التفاوض وضد المفاوضات لهذه. ما بقينا بسوريا وما بقينا بسوريا، طلبنا اللجوء في السويد ورحنا إلى السويد، وفي لفترة معينة إحنا تقريبا جمدنا نشاطاتنا السياسية حد 92 يمكن؟ لا، إلى فترة قليلة جدا، إلى أن يعني المفاوضات فشلت، المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الوطني، رجعنا إلى التنظيم. زين، غادرتوا غادرت بال 84؟ غادرنا بالنهاية 83. زين، لأن المفاوضات في هذه الفترة إحنا كنا ضد المفاوضات، النهاية بشهر 12 83. شو وقت عدتم إلى مرة ثانية إلى 92؟ زوجي هو رجع، لا زوجي رجع من قبل، يعني في فترة 91 هو رجع، احنا رجعنا 92. زين، شنو كانت طبيعة عملكم بالسويد؟ انا في بالبداية كنت اعمل في مستشفى لكبار السن، وبعد ذلك كنت اعمل في يعني في محل لبيع مستلزمات البيت. شنو كان طبيعة عنك بعد 92 عندما عدت إلى كنت أعمل في منظمة حماية طفل كردستان. وعملت فيها إلى ليش اختاريتي هاي المنظمة؟ لأن ما هاي المنظمة كنت أصلا بالسويد أيضا أعمل في منظمة مشابهة يعني طوعا هي منظمة تسمى منظمة ريدبان، يعني أنه إنقاذ الطفولة. لما رجعنا أيضا كانت هيروخان أسست هذه المنظمة، ومعا كنا أسسنا هذه المنظمة وأخذنا دعم من الحكومة الفنلندية والحكومة السويدية والدنماركية، خصوصا أحداث حلبجة وأحداث الأنفال على أحداث حلبجة وعلى يعني هاي. لما رجعت رأسا أنا انضميت إلى هاي المنظمة، بقيت إلى هاي المنظمة إلى سنة 1999. بال 96 أيضا صارت معارك بينكم وبين البارتي. نعم. شنو السبب؟ هو أكيد مصالح. زين. يعني ما موجود غير المصالح. يعني أنا عدم فهم الآخر. وأيضا تقبل، عدم تقبل الآخر. زين. في الساحة. يعني هذا اللي هذا النزعة، هاي النزعة الموجودة في داخل كل الأحزاب الشرقية، إنه إما أنا في الساحة ولا غيري في الساحة. زين. يعني هاي كانت موجودة لدى كل الأحزاب العراقية وأحزاب الشرقية وأحزاب الكردية أيضا، إما أنا في الساحة ولا أحد غيري في الساحة. تفرد بالنتيجة. بالنتيجة تفرد. عام 2000 وزيرة مرأة، وزيرة عمل. عام 2001 إلى 2003 وزيرة التربية. نعم، والتعليم العالي بالمكالة. والتعليم العالي هذا نتيجة ل يعني وجود زوجك في القيادة، قربك من السيدة هيروخان، لو نتيجة لشغل السنوات الماضية. والله هو احنا هسه تكلمنا على
يمكن مو جزء قليل جدا من يعني عملي. أنا عملت ما ابتعدت عن الساحة السياسية نهائيا ولا في يعني كانت عندي جرأة يعني خوفي كان ضد النظام أو ضد العمل أو ضد يعني نتيجة عمل أو التعب، ما كان خوفي قليل يعني أكيد نتيجة العمل يعني نتيجة عمل. بس كلهم لهم تأثير، كلهم لهم تأثير أكيد يعني لأن أنا نتيجة عملي ما ابتعدت عن هذه المجموعة، هذه المجموعة كان لهم تأثير على حياتي وأيضا على مستقبلي، وهو أيضا مطلعين على العمل اللي قمت به أكيد يعني لهاي أنه كلهم يعني مترابطة مع بعض. زين 2005 وزيرة المرأة في حكومة السيد علاوي، نعم، وبعد ذلك وزيرة البيئة، وبعد ذلك هم وزيرة البيئة. يمكن أنت أكثر مرأة في تاريخ العراق المعاصر استلمت منصب وزيرة. نعم صح. وفترة أنا كنت لما الدكتور برهم كان يسافر في إقليم كردستان كنت أصير رئيسة وزراء. يعني كم مرة أصبحت وزيرة؟ بس كم مرة أو كم وزارة؟ يعني أكو فرق. لا يعني أنا في زمن دكتور إبراهيم كنت يعني وزيرة الآن وزيرة عمل ألفين، وزيرة عمل والشؤون الاجتماعية، أي وبعدين وزيرة التربية والتعليم العالي بالوكالة. زين. يعني وكنت بعض الأحيان أصير رئيسة الوزراء بالوكالة لما يسافر دكتور إبراهيم. زين. وزيرة المرأة زمن دكتور آيات، وزيرة الصحة لفترة معينة بالوكالة لأن لما الدكتور علاء استقال. زمن الدكتور إبراهيم كان عندي حقيبتين، حقيبة وزارة حقوق الإنسان وحقيبة وزارة البيئة. زين. لما أنا سلمت الحقائب أنا سلمت حقيبتين. زين. زمن دكتور زمن أستاذ مالكي أول سنة أيضا وزارتين، وبعدين الفترة الأخيرة زمن أستاذ مالكي وزارة واحدة وزارة البيئة، يعني بحدود 10 وزارات يعني تقريبا. لهاي أقول أنه مو فترة الوزارة، عدد الوزارات اللي أنا عملت فيها. أعتقد ماكو مرأة في تاريخ العراق المعاصر استلمت هيك وزارات. نعم. واجهت صعوبات؟ حس الآن تحدثنا عن التنمر ضد المرأة في الجبل بسبب طبيعة الحياة وسبب أيضا في ذلك الوقت، عارفين الوقت بال 79 80 كانت النظرة إلى المرأة مو مثل حاليا النظرة إلى المرأة. صح. خلال عملك في الوزارات كان أكو رؤية اتجاه المرأة، يعني تعتقد بقصور المرأة، تعتقد بفعالية المرأة على المستوى السياسي ومع النخبة السياسية؟ يمكن أكثريت النخبة السياسية اللي أنا كنت أعمل معاهم في الحكومات كنت أنا مشتغلة سابقا معهم. زي. كان تقبل يمكن أكثر من البقية، لكن هذا التذمر موجود ولحد اليوم موجود. مثلا أنه كان مجموعة أشخاص، مثلا أنا أقترح مقترح معين لما وراء يعني مباشرة مثلا شخص آخر رجل كان يقترح نفس الاقتراح، رئيس الوزراء أو شخص آخر مثلا ما يقول أنه كما تفضلت نرمين، يقول أنه كما تفضل فلان، لأنه كان يعني صوت الرجل مسموع، صوت الرجل مسموع. يعني أنا كنت أعترض دائما أقول يعني ولماذا، هل في عيب أنه أن تقول أنه هاي كانت فكرتي مو فكرتها وهذا الشخص يعني. أو مرات مثلا أنا أتذكر أنه مرة عرضت موضوع في زمن دكتورة عياد، هناك كان شخص ضحت على مود كان اللي ما ممكن الحصول على الجنسية أو جواز سفر، جواز سفر إلا بمحرم، بوجود محرم. مثلا ضحك واحد، هذا إبان حكومة السيد علاوي أو إبان حكومة السيد المالكي، كان موضوع كان الموجود شخص أنه ضحك، لأن يعني أنا عرضت بعض المواضيع هو ضحك، لما ضحك أنا قلت أنه ما أسمح نهائيا لمن يضحك، أنه إذا أنا أعرض موضوع أنه هاي قضية لنساء لأكثر من نصف المجتمع. زين. وأيضا هي قضية وطنية وقضية عراقية، ولما أنا يعني أقترح موضوع
أشوف أي شخص يضحك أنا أستقيله وأطلع. زين. بعدين قالوا إنه وراء هاي والله صرتي أنتي أقوى يعني إنه ما يتوقعون مرات ما يتوقعون إنه ممكن لامرأة أن تكون قوية. يعني دائما هاي النظرة موجودة، لكن مع هذا أنا أتصور أنا ما بنظري ما لقيت أي صعوبة في تنفيذ هذه. أكو جانب آخر من حياتك، يعني أكو جانب إعلام وجانب صحفي. نعم. ترأستي أو كنت رئيسة امتياز مجلة نرجس. نعم. شنو كان طبيعة هذه؟ كانت هذه كردية؟ كانت مجلة لا. عربية؟ مهتمة بالمرأة، مهتمة بالسياسة، وليش رحت لهذه المساحة خصوصا أنه هذه ما بعد 2004 يعني؟ نعم. أنا كنت أحب الإعلام وأنا في فترة يعني كنت أكتب أشعار. زين. كنت أكتب مذكراتي يعني بهاي الفترات، فترات مختلفة، لأن أنا أيضا من عائلة أدب والشعر. زين. وثقافة يعني وغنى يعني أكثرية كانوا هم أيضا يغنون ويلحنون يعني. زين. طبيعة عائلتي هاي يمكن أكيد إلى تأثير يعني نوعا ما، ولو حتى لو مو مباشر غير مباشر. لهاي أنا كنت أمن أنه عن طريق الإعلام يمكن الوصول إلى كثير من الحقائق. لذلك أو نشر بعض الأفكار. زين. أنا قدمت فكرة أنه بناء ديمقراطية بمشاركة المرأة، لذلك هذا مشروع مجلة نرجس، مشروع مجلة عربية عراقية يعني لسان حال المرأة العراقية. لذلك قدمت المشروع إلى الأمريكان وإلى الأطراف الأخرى، حصلت على دعم وتوقفت بعد نهاية هذا الدعم. توقفت تقريبا برب بعد أكثر من 4 سنوات. مدى مؤسسة مدى أخذت مسؤولية بعض الفترة، لكن أغلب مؤلفاتك باللغة الكردية؟ لا، عندي كتاب باللغة العربية. زين. والبقية ليش كلها باللغة الكردية؟ والله يمكن أنا الآن أنت وزيرة عراقية، عملت في أكثر من وزارة بالحكومة الاتحادية، ليش كل هذه المؤلفات باللغة الكردية؟ يمكن السبب لأن أنا استقريت تقريبا في المنطقة يعني وراء بغداد، استقريت بسليمانية، وفي نفس الوقت أنا معروفة في إقليم كردستان أكثر مما معروفة في العراق. لكن إحنا عرفناك وجينا بالنتيجة. أي شلون؟ لأن في بغداد أيضا معروفة. أي لكن وزيرة وعندك تاريخ سياسي. والله أنا أحب يعني أنا أكتب باللغة العربية، لكن يمكن لغتي الكردية أسهل. زين. يعني منظمة آشتي شنو طبيعة عملها؟ منظمة آشتي هي منظمة اللي إحنا نعملها سن. إيه لا، شنو طبيعة عملها؟ منظمة آشتي هي منظمة نارين. نارين. إيه نارين للبحث والدراسات. يعني مركز دراسات. نسوي مركز دراسات. في نفس الوقت أنا أكتب تاريخ النساء العراقية. ونساء الكرد بكل الأحزاب وبدون تفرقة حزب عن حزب. زين. كل الأحزاب. أنا عندي هسه في كتابي آخر كتاب اللي تاريخ النساء موجودة بها يعني عربيات، نساء عربيات. لكن يعني تتحدثين عن تاريخ نسوي. نسوي عراقي، ولأن المكتبة العراقية والمكتبة الكردية أيضا خصوصا بها النقص عن تاريخ نساء العراق. زي. يعني وجدارة نساء العراق، لأن أكثرية الرجل لما يكتبون تاريخهم يكتبون فقط تاريخهم، يبرزون شخصهم نفسهم تاريخ النساء. إيه، وأصلا حتى لو يعرفون النساء أنهم كانوا قويات ومتمكنات، لكن في نفس الوقت زي. كل شيء ملك. في سؤال أخير من الأحب يعني شغل اشتغلتي شغل حكومي في الوزارة، لو في المنظمات في هذه المنظمة أو المنظمات اللي سبقتها، لو شغل في الأحزاب السياسية مع الحركات والأحزاب السياسية؟ لا، الحكومة. الحكومة. الحكومة خصوصا وزارة البيئة. إيش قد تعتقدين أنه نجحتي أو فشلتي في العمل الحكومي في الوزارات؟ أكيد في هذا المجتمع وفي هذه الفترة والحكومات المتعاقبة أكيد أكون فشل وكون نجح، لكن أنا بنظري نجاحي أكثر من فشلي.
يعني إيه؟ هذا إذا أقيم نفسي، لكن ما موجود شخص إنه يقول والله أنا كنت ناجح 100%، ما موجود، ما يصير أصلاً بهاي المنطقة نجح 100%. السيد النرمي عثمان، شكرا لإتاحة هذه الفرصة، على أمل أن نلتقي بك مرة أخرى ولديك مؤلفات عربية إن شاء الله، على الأقل فيما يخص الخطاب النسوي أو الحركة النسوية إن شاء الله. أحاول لأن يعني أنا مذكراتي راح يعني كلفت أنه تترجم إلى اللغة. شكرا لإتاحة هذه الفرصة. يا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.